مابغوش يعطونا حقنا اللي طلبنا به تيصيفطوا لنا بنادم اللي تيحرقنا. هذه هي اللي نقول لك، وراه حاسبنا الله ونعم الوكيل. ملي تولي عائله كلها مشرده، كلها في الزنقه، شوف كلها في الزنقه، راه حاسبنا الله ونعم الوكيل، حاسبنا الله ونعم الوكيل. وخويا لك تي غتوصل، الله يرحم من قراك، دخل شوف لي الدار، غادي دخل شوف لي الدار، وصل لي الميساج، الله يرحمك الوالدين. احنا مضرورين، كلشي الحوايج هاد ما خدامش، هاد المهمه ما خداماش، ما كاينش اللي هو خدام فينا. كنا ما عندناش لاكيس، هاد الناس اللي تشوف فيهم كلهم ما عندهمش لاكيس. الراميد ما كايناش، الراميد ما عندناش، الغدوة ما تنعيشوش. الراميد والله ما تيعطيوها لينا، والله ما عندي باش نداوي اخويا، ما تيعطيوها لينا. شو راسي ها انت الوراق ديال تيقول لك سير شري هاد الشيء، ها انت اخويا وراق ديال حنا، ها انت صور ليها من بعيد، ها صور ليها من بعيد. واش هادي 2015 فهاد العام؟ هادي السياسه 2015 فهاد العام. صورك صورك شريف، شوف اخويا، صور هذا اللي طاح لينا البارح. صافي اسكتي اسكتي، شوف هاد المهمه، هاد الراجل ما خدامش، هذا هو الوالد ديالي ما خدامش، هاد المراه هادي مسكينه ما خداماش، ما عندناش اللي يخدم علينا حنا، ما عندنا لاكيس، ما عندنا لا ميتيال، تمشيو للمقاطعة تيعطونا عدم الشغل، تمشيو للكوميسارية تيعطونا ورقة عامرة بحال لا جيع، بحال عز دار 30 عام، اش غنديرو؟ شنو هو الحل ديالنا اللي غنديرو؟ أنا كي غنديرو دابا تما؟ كي غنديرو القوت اليومي؟ كي غنديرو القوت اليومي؟ واش كاين شي واحد يكره يحرق مع حالو؟ كاين شي واحد أخويا يكره يحرق في تينعس؟ لا. واش كاين شي واحد يبغي الوالدين يناسبوا الزنقه؟ واش يبغي شي واحد يناسبوا الزنقه؟ مشينا للكوميساريه عاد نادم ساكن لاعب، ونقول لك واحد الكلمه، وجاو الله يرحم القراب، وصل لنا هذا الميساج، حنا وصلوا وصل. ما طالبين ما عندك حتى حاجه، طالبين ما عندك هذاك الشيء اللي قريتي. وشوف هذه راه 2015 اخويا، شو البلاد كي غاده وحنا فين عايشين، وحنا خويا خويا وحنا زايدين هنا، كاين اللي عنده 50 عام وزيد هنا، ماشي حنا لاجئين ولا جايين نتشقدوا، حنا علاش؟ حنا مخلصين من شوف خويا خويا الكاريان، الكاريان اللي تيهضر معاك، هذا السيد اللي تيهضر معاك، الكاريان دخل وزارة السكنة، مخلصين المليون في الثمانين، قلنا لهم في الاخر عطونا ارزقنا، عطونا ارزقنا والارباح اللي جات مليار 3366 براكه، قلنا لهم عطونا ارزقنا ونمشيو نديرو بها مشروع نبليو بها، ما داروا معنا والو. واش كاين شي واحد اخويا غيحرقهم؟ اللي مشى كيقول لي ديروا تا هاد المهمه مسكينه، شوفي شوف هاد المهمه، واش هاد المهمه دخلنا عليك من الله؟ ممكنش حيدوا الاملاك، حيدوا لنا الشركات، ما يمكنش. واش هاد المهمه باقي تضرب الجفاف؟ دخلنا عليك من الله، هادي باقي تضرب الجفاف، علاش خرجتنا حنا للدنيا؟ من ما خلفوش ثلاثه هذيك الغوته اللي خرجتنا للدنيا، وحنا راه ولاد البلاد اخويا، راه تنضيع، وراه حاسبين الله ونعم الوكيل، راه حاسبين الله ونعم الوكيل، الله ونجم الوكيل، راه حاسبين. الا كنا غنبقاو نعيشوا في هذه الحاله، الا كنا غنبقاو نعيشوا في هذه الحاله، هزوني على العراق، نسكنوها في العراق ولا في سوريا.